مرحبا بكم. اليوم هنعمل الكيكة الكورية بدون كربوهيدرات، بدون أي نوع دقيق. يلا الوصفة. 4 كوب جوز الهند 300 جرام. نطحن جوز الهند جيد لمدة 5 دقائق. زبدة بحرارة الغرفة 70 جرام، ثلث كوب. 4 بيض عدد كبير، إذا كان الحجم صغير 5. 3 ملاعق كبيرة بديل السكر ستيفيا. التحلية النوع والكمية هو اختياري، قليل من الفانيلا أو بشر ليمون حسب المتوفر. ملعقة صغيرة بكربونات الصودا وملعقة كبيرة من الخل. نطحن المكونات لمدة 5 دقائق، من وقت لآخر بنحرك المكونات حتى الخلاط يقدر يقاوم. هيك أصبحت جاهزة، مثل هيك لازم تكون. تقريبا 5 دقائق طحنتها المرة الثانية، المرة الأولى 5 دقائق جوز الهند والمرة الثانية 5 دقائق. نضعها على ورق زبدة، نفردها جيد. الأمر كتير بسيط وكتير سهل، المهم تكون متساوية مثل هيك. تشغيل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 180 درجة مئوية. نضعها بالرف الأوسط لمدة 15 دقيقة، يجب مراقبتها حسب نوع الفرن. هيك جاهزة، نتركها حتى تبرد. بنقطعها بالشكل اللي احنا بنحبه، الحجم المناسب لكم، ممكن دائرة، ممكن مربع، ممكن راس قلب، حسب انتو شو بتحبوا. الموضوع كتير بسيط وكتير سهل، اي اداة متوفرة عندكم اقطعوها. والزيادة هقد بفرجيكم شو حنعمل بالزيادة، شايفين كيف هي كتير روعة. الكريمة نصف لتر من كريمة الخفق، دائما يجب ان تكون الكريمة بالتلاجة سواء من قبل الخفق او بعد الخفق. نخلط من 3 دقائق الى 4 دقائق حسب سرعة الخلاط. قليل من الفانيلا، 2 ملعقة بديل السكر ستيفيا. التحلية النوع والكمية هو اختياري حسب المتوفر، حسب ذوقكم وحسب نظامكم الغذائي. هيك أصبحت الكريمة جاهزة، بنوزعها، بنقسمها الكريمة عشان نوضع اللون، نوضع اللون المناسب اللي احنا بنحبه. نوضع كاكاو، ممكن رشة كاكاو، إن حسب ذوقكم. الموضوع كتير بسيط وكتير سهل. هيك عملنا الألوان وهذا الكاكاو، هيك جاهزين. بنوضع كريمة بيضة بالنص، وبنوضع الطبقة الثانية، بنوضع الكريمة. يعني الموضوع كتير بسيط، هذا برجع هذا حسيبه لإلكم حسب ذوقكم أنتو. فيك توضعوا نكهات، فيك توضعوا فواكه، فيكو توضعوا اللون اللي انتو بتحبوه، توضعوا شوكولاتة، مكسرات، ولكن انتو حتبدعوا اكتر من هيك. ما بدي انا اعمل اشكال كتير منشان مدة الفيديو ما يكون طويل، ممكن نوضع مكسرات. يعني الموضوع كتير بسيط وكتير سهل، وجبة كتير هي روعة. ممكن نوضع الوان مثل هيك، نوضع يعني أكثر من لون بالقمع. نوضع هلقيت فرجيك كيف تطلع الألوان. شايفين كيف تطلع الألوان؟ يعني التشكيل هذا بسيبه لإلكم، انتو حتبدعوا أكثر كمان. هذا للزيادة بنوضع بالكوب مثل هيك، بنعمله قطع صغيرة، بنوضع كريمة عليه، بنوضع طبقة تانية، وبنوضع أيضا كريمة. ملاحظة، يجب عليكم دائما التأكد من هذه الوصفات، وجميع الوصفات بتناسب نظامكم الغذائي أو الوضع الصحي لكم، لا يوجد وصفة تناسب جميع الأشخاص. مثل ما انتم شايفين هي كتير بسيطة وكتير روعة. أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، لأن رأيكم كتير بهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك، أتمنى اشتركوا بقناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائل، من شان يوصلكم كل جديد. في أمان الله.